ممنون يا ناد الثقافي على هالدوء يعطيك العوافي يا رب. أنا ممنون يا نادي الثقافي على هالذوق يعطيك العوافي بهالحفل جمعت نصوص حرمة إلها حمل دين على التافي وممدومك ألف مرة ومرة وممنونك ألف مرة ومرة عتكريمة الطيف وعالرطافي وأجمع حفلتك بالإسم برة بيذكر بيشعر كل زاير عرض وعجبونك كرست وأنبط مضافي كل شي خلقت عالي بوفاك وطيبة قلوب الأهالي إلهك يوم عنك ما تخلى كتر منك عالبه كتير دالي هرلي يعرمك ويقول يلا وقلت تشمك وتتحدى الليالي تفرنا نقشع بجوار الله وبدر بالجوحة وجابك تفار وما ينعرفوا عن الجوم الأعالي وفوقت يا متن كل شي خلقت عالي بوفاك وطيبة قلوب الأهالي إلهك يوم عنك ما تخلى كتر منك عالمه كتير غالي ضلي يعرمك ويقول يلا وقلت تشمك وتتحدى الليالي صفرنا نقشعك بجوار الله وبدر بالجوحة وجاتك تطار وما ينعرفوا عن الجوم الأعالي وسعيد بالعقل وسعيد عقل الإلو أرفع مكاني بتشريف وعطى الحصر ضماني إلو كل شهر من مدي أبيدي بيعطي جايز لكل فكر جاني وبيحصل عجايز طول كريمي كأنه تربع بعرش التماني وجايز طول أد كريمي مستريمي ما فكرة مين اسمه ولا يعاني لكن مقصده يأول عزيمة بمواهب قابلة تحقق أماني بطن طيبة الفينا قليلي بناسل منه لبلادي ملاني وغنى يا لكن بيجرح طميم الغنى بكل أصحابه إهاني بيحطوا القلوب أعلى وليمة وعلى الأقمار بيصدوا خزاني وبيليلوا البار تيكفوا الجريمة بكبوا الخمر عجرين الغواني وإذا انصلبوا الدعم فكر وإذا طلبوا طيعتوا الفكر إيمي بدعمي وعارفين العمر ثاني افتفرت دين سلكان السليم وبغط عيونهم شرشف أناني يا ريت بترجع الفكر الحكيمي
سعيد داني كلنا نبتدم أكبر غنيمي لأن الموهوبين اللي في وطنها فيهم يخلعوا لبنان تاني. هو يا عصبة جرنا هو يا عصبة شعرنا لتواك زينا بمدح شكرك إذا الهلا بينا انت مأيد علينا ونحن جريمي نشكر لنا وفينا لما جايت الحفل شرحنا طلبنا في ولدنا تحكمينا احكمينا كلمة عن خصدحنا وزيع الحكم للجمهور كله بشرط لا تساير ولا ترحمينا. انا بعتب بحفلي مسرحي على شاعر انا بعتب بحفلي مسرحي على شاعر تحت ارضي برمدي وبضلي يوجه الناس بمقاله وبقضايا تخضعها تفطر عينيه وبصير يقول للناس لقباله تفقوا محمدية وعيسويه كنيسي وجامعي ضوي هلال وخلوة كاتفول المعنوية رغم ما شايف بحفل الدلال والطوائف كلي تهابت ايه ورغم ما بموطن وشايف رجاله بالمتراس بيضلوا طريق رغم ما شايف بحفل الدلال والطوائف كلي تهابت ورغم ما بموطن وشايف رجاله بالمتراس بيضلوا طريق بدل ما يضل فائد اعتداله ويزجزك إلو بالعاطفية أشرف له إذا بيط حاله لأنه فوق منبر للمعنى ذكر الطائفية طائفية اسمع تكتار قالوا لريت الموعد تقرر مجاله الدرن ما مر يحنى المعمداني حنى السيف وقطعوا الراس ماله من 2000 عام اذكر جاني واسم الحكم خيخا مع رجاله كرامة رأسا وخمر الغواني قطعوا راسي وحنط وجماله وبعد 2000 عام من الاماني خلقني الرب نفحى من جماله حتى فوق منبر للجناني بنفس الترم والطيب المعنى الراس اللي انقطع اقطع بداني. لا تزعج خاطرك يا مريو حنا لا تزعج خاطرك يا مريو حنا السيد مش غريب محسوب منا الديان لربنا ومن بعد ربي نحن ديننا محبة وطننا لكن يا يوحنا ان
للمحب أنا وياك للخير علمنا العمادي سر من إبك وإبي إنك بتعمد بجرن العمادي وأنا عم عمد بجرن المعلم ان المحب انا وياك للخير علمنا العماد سر من ابك وابي بنت بتعمد بجرن العماد وانا عم عمد بجرن المعنى البشر يا محمد الفلي حكومة عن حفلات كانوا يتابعوها واجوا يشتوا لي وهزوا ضميري عن مواضيع كانوا يسمعوها وجنابك منهم بحفلي كبيري كنت ضربي على اللي تعهدوها وحتى الناس بالساعة الأخير الكروسي بالكرات استعودوا وأنا ما كنت حابب جيب سيري عن الروايات عم بتمثلوها لو ما تفسدوا من الحل خميري بكفوا راسهم وتخزقوها الناس بكلها القصه خبيري مش بحاجيتها انتوا تطهموها بدها تقشع الضره نظيري مهما كيف عم بتجوهروها صرتوا تبرموا في كل ديري تتستهدوا عحفل تطبوها مش مهمي كبيري او صغيري المهمي كم ليره تقبضوها المنابر والله يشرح حلي يشرح حلي يشرح حلي يشرح وتستهدوا حفل تصفوها مش مهمي كبيري او صغيري المهمي كم ليرة تقبضوها افتكرتوا الناس شحني عالطيري صرتوا تعذبوها وتحروها حتى من المبارات الكتيري بجي الشعر على شرشحة المنابر والأرض يشرشح اللي يشرشحوها وعاك اليوم عم ينجح بابي المباراة وعرف اسم كتابي مصاري قد ما بدك النفع وسعر الجان يتقدم غرابي وانتو بتعرفوا بيتي مزعزع وصوت الفقر عم ياكل جيابي وبحاجي للمصاري بس بمنع وجود المال بمحل القيابي وكلف غفران ثروة مال اجمع من البدهن مقام على حسابي لكن قررت هالضرب الاقطع لاني ما تريد من المعنى عبد جايبت وقصة رقابي وليش قدر
صرت معها تكبرني شو ضخمي وشعر وغير مني لا مش غير بس الامر كله عامل الاسم طنلي ورنلي وشعره كل حفل بيستهل بعوافي مثل اصدار ومسني اذن كل حفل كنت الوهو على الشعر اكثر من تجني اللي سأل كل الناس دلوا علي وكبروا الحفلات عني فلان كل حفلي مدت حلو من فلان الربح كله مجمي لهالأسباب مسكر مدت حلو لأني بعرف منيح ولأني ما راح برضى يشلوا لا تفلوا قبل ما في زوار الحوض يرجع هو ومربحه قدام مني انا كلمة انا يمكن تقيلي عليكم مثل ما علي دخيلي بس تهل انا الليل يمكن ما تظهر بعد اسباب وفضيلي انا بعت بعشر بوطن اكبر الجو او لمدي مش قليلي بغيبة بعضهم مثل القتل ما بيهجوا بعضهم بخطة دليلي وانا بيجوز بالشعر المغنى اذا بدك زكت ما ارحم زميلي وانا بيجوز بالشعر المغنى اذا بدك زكت ما ارحم زميلي لكن لو حدا بحقه تجنب خلي النار تشعر بالتيني بوقت ما نزاح اسم اللي حضنها عن الجوع من ظروف البكيري كأنه الضيف مسنون طعنا وحق المنبر ورحمة خليل ومن مد انفصل انيس عنا ومن مدي انفصل انيس عنا بحكم ظرفه وحكم قصة طويلة ولهلا وين ما صرنا وكنا بنستفقد لعاطفكم نبيه وجبنا احمد اللي كان ظنا واصيل سلمت مركز اصيل وتهنى قلبنا وقلبه تهنى بهالمن او ما في الا جميل يعني غاية المقصود منا انه العاطفي مش مستحيل قولوا لكل فعال المعلى اذا ما بيعرفوا معنى الاخوه يجوا يتعلموا